بشكر حضرتك وبشكر الدكتور ابراهيم هشماوي صديقي العزيز يعني عشره عمر، والاستاذ هشام عزام عرب رئيس اتحاد بنوك مصر، الاستاذ محمد الغافي زميل كفاح لما كان في بنك مصر وبنك القاهره. حقيقي المشروع ده انا بالنسبه لي كان حلم، يعني خلينا نتخيل كده، وكان حلم يمكن من 2009 ل 2010 كنت في ماليزيا، فكنا بنتكلم في ساعه ايام ما كنا بنفكر ازاي نشجع المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان كان الكلام ابتدى عليها كتير، فكان جزء من الاهتمام. النهارده البنوك هتعرف الناس دي فين والناس دي موجوده ولا مش موجوده ازاي، فده دي قاعده بيانات هتساعد كتير جدا جدا البنوك ان هي تبقى عارفه ان في شركات انشئت ولها سجل تجاري، فيبتدي ان هو يدور عليها ويشتغل عليها عشان تحفز الشمول دي. فوق ده وده خلينا نتوقع النهارده، انا بعتبر السجل التجاري ده زي شهاده ميلاد، يعني شهاده ميلاد للشركه، فالنهارده شهاده الميلاد دي فيها كل التفاصيل اللي ممكن انا بشوفك، لان انا كنت قبل المركزي في الناحيه الثانيه من البنوك، كان يقول لك السجل التجاري، السجل التجاري قديم، لا الراجل غير مش عارف مين الشركه بقى مين، لا مين طلع ومين دخل، كانت بتعمل احيانا مشاكل، لان هي ممكن يحصل تغيير والعميل لاي ظروف سواء مقصوده او غير مقصوده ما راحش البنك وعدل البيانات بتاعه السجل، البنك شغال على الورقه اللي عنده. وكانت احيانا لما بتوصل في بعض العملاء لما كان بيبقى في ممارسات مش سليمه كانت بتسبب مشاكل للبنوك ونوع من المخاطر، ان هو لما كان بيجوا اعتقادي بتلاقي الشريك ده طلع وده ما بقاش موجود. فانا عايز اقوله ان هي كنا تبقى لحظيه والبنك عنده اكسبيليتي لها عليها، دي كمان هتساعد البنوك وهتساعد الشمول المالي اللي احنا بنتكلم عليه والشركات الصغيره المتوسطه في اعرف عميلك. النهارده انا الناس البسيطه اللي هي هخش عليها بمبالغ بسيطه واللي هي مش محتاجه يعني كي واي سي معقد، لان احنا حديثا كبنك مركزي مع الوحده اقرينا نوع من السمبليفايد كي واي سي للناس اللي بتعمل عمليات ترانزاكشن صغيره لليمت محدد. فالنهارده انا النهارده ده بقى ده الكي واي سي بتاعي، اللي هو النهارده اعرف عميلك اللي بقى جزء اساسي من اي منح ولا تمويل، انا خلاص المعلومه بقت عندي، فانا هوفر ان انا كنت الراجل ده بقول له لا تعالى وعايز البيانات وعايز المعلومات دي. فاحنا النهارده كذا يعني بشوف فيه كذا اكتر من فايده، نمره واحد انها اونلاين ابديتد على طول، نمره اثنين هتساعد البنوك ان هي يبقى في انتشار وتعرف الشركات دي المنشاه دي فين وشكلها ايه وتشتغل ايه وفي انهي قطاعات، ودي معلومه كانت مغيبه عن البنوك. فدلوقتي زي ما تكون انت كده قاعد في مكان بقى كل مكان، بدل ما انت مكان ضلمه وبتدور فيه مكان كله بقى منور، وانت اللي بتنقي وانا هتارجت ده ازاي وهروح له ازاي وهجيله منين. هتسهل البنوك نفسها وهي بتتعامل زي ما بقول اعرف عميلك. فوق ده وده ان انا شايف ان هو زي ما قال معالي الوزير ربطها بعد كده بالسجل الصناعي والمصدرين والملف الضريبي، اعتقد كده تبقى المنظومه ان شاء الله كامله. فانا بحيي معالي الوزير على الانشيتيف دي اللي هو فكر فيها، الحلم اللي اتحقق ده انا بالنسبه لي شخصيا. وبشكر طبعا الدكتور ابراهيم هشماوي وبشكر محمد بيه وبشكر شبري على الدفع لدول البنوك والاهتمام عشان نوصل للمستوى اللي احنا فيه. بشكر حضراتكم. صباح الخير على حضراتكم جميعا، معالي الوزير دكتور الاستاذ الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجاره الداخليه، الاخ الكبير والزميل الفاضل العزيز الاستاذ جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، يعني يقول ايه صديق عمري الاستاذ هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر، الاستاذ محمد كفافي يعني من اوائل الناس اللي عرفتها في القطاع المصرفي رئيس شركه الاستعلام وايسكور، وزملاء الافاضل طبعا الحضور الكريم. زي ما تفضل معالي الوزير وقال في الاول هو التحول الى النظام الرقمي، وان احنا يكون عندنا اقتصاد رقمي هو الغايه والهدف، اما الوسيله فان تكون هناك
روابط وولوج ما بين قواعد البيانات وبعضها البعض. وعشان نصل الى الحدث اليوم احنا عندنا 95 مكتب سجل تجاري ما كانوش مربوطين ببعض، وكان كل مكتب جزيرة منعزلة. فكان الأمر والتعليمات من الدكتور علي بصفته الأستاذ والوزير إن هو قال إحنا عايزين نعمل نقلة نوعية في ربط قواعد البيانات السجل التجاري، ويكون 95 مكتب سجل تجاري موجودين على قاعدة بيانات واحدة. وتم الحقيقة هذا الأمر وتم تجربته أكثر من مرة، وابتدينا نسعى إلى الربط مع الكيانات الحكومية والكيانات الغير حكومية. وبالفعل ربطنا قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات الدرايب، وقدرنا يكون عندنا الرقم القومي هو الرقم الدرايب. قدرنا كمان ان احنا نربط مع وزارة الصحة، تعرفين بهيكل المساهمين بالنسبة للسجل التجاري بيكون فيه اسماء افراد، ومن توفاه الله الحقيقة كان بيحصل نوع من التدريس وبيبقى في هيكل المساهمين السجل التجاري. دلوقتي احنا بقينا منفتحين على قواعد بيانات وزارة الصحة مع بعض المواني مع مصلحة الدرايف زي ما ذكرت. وكان الحدث الأهم هو أن يكون أو تكون هذه البيانات متاحة للقطاع المصرفي. إحنا عندنا على قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري ما يفوق 4 مليون منشأة. ما هو موجود وقائم في القطاع المصرفي ما يصل إلى 400,000 منشأة. فإحنا بنتكلم على 10% مما هو مسجل متعاملين مع القطاع المصرفي. إذن لو وفرنا باقي قواعد البيانات لقدرنا أن احنا نصل إلى ما نصب إليه وهو الشمول المالي. طيب إيه اللي هنعمله وهنتيحه من خلال هذا الربط؟ وقلنا بدل ما نربط قواعد البيانات الخاصة بالسجل التجاري مع كل بنك منفصل، طب ما نستفيد بالميزة النسبية اللي موجودة في القطاع المصرفي وهي شركة آي سكور، شركة الاستعلام الائتماني، ان هي مربوطة مع كافة قواعد القطاع المصرفي. الحقيقة ما قلت كهذا الحدث لسيادة النائب أستاذ الفاضل جمال نجم رحب تماما بهذا الأمر. قلت طيب نروح على اتحاد البنوك، والحقيقة المعلم الفاضل أستاذ هشام الحقيقة قال احنا جاهزين، بس كنا لازم طبعا ناخد موافقة البنك المركزي بصفته أبو البنوك أو الكيان الذي يراقب أعمال البنوك. والحقيقة أستاذ محمد كفافي من عشرة عمر يعني تفوق برضو 20 سنة، وأستاذ محمد طبعا وأخونا العزيز أستاذ أحمد، قدرنا أن احنا نعمل ما يقرب من 12 لقاء سواء في جهاز تنمية التجارة أو في اتحاد البنوك أو في آي سكور. وصلنا في النهاية إلى الفورمولا إن إحنا هنتيح كل ما هو موجود بالسجل التجاري كشهادة مستخرج من السجل التجاري، شهادات الاستعلام، وإن إحنا كمان نوفر خدمات أخرى منها شهادة عدم الالتباس. وده كله هيساعد إن القطاع المصرفي يقدر يبقى عنده ولوج لحظي على كافة البيانات اللي موجودة في قواعد بيانات السجل التجاري. فلن أطيل على حضراتكم، وأحب برضو أزف خبر طيب إن أول أمس كان هناك اجتماع مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة التنمية الصناعي لتكامل كافة البيانات، وأن يكون لدينا السجل الموحد. والسجل الموحد هيكون بيربط السجل التجاري مع السجل الصناعي مع سجل المصدرين مع سجل المستوردين وسجل الوكلاء التجاريين. فبالتالي كده نكون أتحنا للقطاع المصرفي كافة البيانات والمعلومات. بعد كده القطاع المصرفي من خلال جهاز تنمية التجارة ممكن يعمل كم من التقارير والريبورتس عن السوق، رأس المال السوقي في قطاع معين ممكن، لأن أنا عندي كل البيانات، فبتستخدم هذه البيانات في تحليلات. ممكن كمان نزود عدد عملاء البنوك
من الشركات، زي ما قلت لما هو موجود لدى القطاع المصرفي 10% فقط مما هو مسجل على قواعد بيانات السجل التجاري. فبالتالي حدي اكسسبيليتي او ولوج لكافه قواعد البيانات، ممكن البنوك تبقى عندها شركات اخرى بالنشاط يتم استهدافها، بيتم استهدافها. احنا عندنا ضمن البيانات اللي موجوده رؤوس اموال الشركات، المساهمين، النشاط الاقتصادي بتاع الشركه، المكان بتاع الشركه، ودي نقطه مهمه جدا تهم البنوك ان هو يعرف المكان ورؤوس اموال هذه الشركات وطبيعه النشاط. احنا عندنا الانشطه مقسمه الى 35 نشاط، وعملنا الحقيقه نموذج لمجله سميناها المؤشر، ودي بتدي نبض السوق فيما يتعلق بالشركات وما تم تاسيسه من شركات ورؤوس اموال وطبيعه النشاط وخلافه. لن ازيد عن هذا الامر، ولكن كما قال السيد نائب محافظ البنك المركزي الاستاذ جمال نجم، هذا كان حلما.